الله يسامح اللي استغنى عن صالح الشهري صراحه. عموما نقول هارك اتفاق مباراه كبيره، 10 لاعبين ظلم طرد، لكن شلون طرد؟ أنا ظلم شلون؟ شلون عزيز اليوم الحكم ارتكب خطا ما يرتكبه حكم بالدرجه الثالثه، البلنتي اللي يحسبها على الهلال القانون الجديد، الكره اذا لمست يد المدافع اذا جت من الراس او من القدم ما تحسب بلنتي. اليوم المشكله رجع للفار، راح نرجع حق الاخطاء. لا لا هذا خطا لا يقتفر، راح نرجع قرارات تحكيميه، راح اليوم الهلال هذا تحكيمي عزيز ابلى من هذا. معلش معلش ابلى من هذا، كان المفروض الهلال يلعب 10 لاعبين من اول اليوم من قبل الاتفاق، لكن عزيز يخاف انه يطرد لاعب من الهلال، ما يخاف يخاف. معلش هذا يا انه ما فهم القانون الجديد وهذه مصيبه، يا انه الحكم جاهل. اليوم الهلال فاز على الحكم وعلى الفار وعلى الاتفاق قبل يفوز على الاتفاق. فاليوم كيف ما تعرف القانون الجديد؟ كيف ما تعرف القانون الجديد؟ الهلال اليوم الهلال يطلع 6 اهداف لولا تألق الحارس بوح. الشوط الاول خالص المباراه. شوف بعد الفريق يلعب 10 لاعبين قبل 10 لاعبين بالعكس 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 10 لاعبين جاب التعادل، 10 لاعبين وجاب التعادل من سوء فريق. لا من حاله الاسترخاء اللي صراحه هذا هذا عيب، فريق ما يستحق يفوز. لا لا بس في حال انا صراحه في 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 شغله صايره بلعيبه الهلال، حاله الاسترخاء هذه ما عجبتني بطريقه بالهلال. بعد حاله الطرد صارت حاله الاسترخاء واستفاد منها. تراها هجمه غير منظمه، حتى البلنتي ركله الجزاء ما كانت يعني هجمه منظمه، بس حاله الاسترخاء العجيبه اللي قاعد اشوفها بالهلال الفتره الاخيره هذه صراحه مسترخاء. هذه الثقه المبالغ فيها من لاعبين الهلال. طيب. يعني شفنا من بعد تسجيل الهدف ما كانت هجمات هناك، حتى اذا وصلوا ل يعني مرمى الاتفاق نشوف هناك يعني عدم تهاون في استغلال الفرص. انا اعتقد لو مستغلينها نادي الهلال انا اعتقد بتكون نتيجه تاريخيه وكارثيه على الاتفاق، بالاضافه الى الحكم. راح نروح حق الحكم. انا اقول حق الحكم قرار تشعر بالهلال. لا 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 والله كم شفاوي تشعر ان اللاعبين الهلال متى ما يبي يسجلون يسجلون، مثلا متى ما يبي يسجل يسجل. طبعا وحقيقه يعني ودك تنتقد لاعب من الهلال، لكن انا وانا شخصيا والله اتذكر اوراوا واللي والمباراة الكبيرة اللي في 24 نوفمبر في اليابان، والله استحي انتقد، استحي اتكلم عن لاعب قدم مباراة يعني خلت الكل يثني على الهلال. واجمل ما لا فيها لا مو صح منو؟ ان عزيز اختفى. مو الكل مو الكل اجمل ما فيها ان عزيز فريق عزيز عزيز نازل بخسر مباراة واضح ما شفنا فريق جاي ما يبي يفوز بالمباراة بالنهائي بالنهائي ما يفوز اي وراه ما يبي يفوز ما يفوز بالنهائي عزيز كنا في شيء سبحان الله والترجي ما يبي يفوز والترجي ما يفوز ها واضح هذا الترجي بطل افريقيا الاهلي ما يبي هذا الترجي اللي لاعب بطل افريقيا هذا الترجي بطل افريقيا منو هذا اللاعب بطل افريقيا قدام الهلال ليش لحظه كم فاز على السد كم فاز على السد الترجي 6-2 ليش فاز على السد ما فاز على الهلال بعد قوه الهلال قوه الهلال كبير اسيا قوه الهلال فريق بطل افريقيا ما هجم هجمه واحده فريق بطل افريقيا ما هجم هجمه واحده الموضوع فينا يا لا 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 ولا تشكك ولا شيء لا معود لا تشكك قولتي فاز عليكم قولتي قولتي فريق 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 الثالث الصف الثالث فاز عليكم الصف الثالث منتهي المكسيك الصف الثالث فاز عليكم خليني اقول لك خليني اقول لك خليني اقول لك على المباراه مو هذا الترجي اللي حطيت شعاره ما ادري شنو الشعار قلت لك هني على بالي على بالي على بالي ناس تفوز بالمباراه هذا هو انت اذا شت ما توقعت ناس بسرعه تقلب الظهر بحد ما توقعت ناس بسرعه تقلب يا اخوي اي نادي تشد الظهر ما توقعت ناس باي موقف يقلبون اي شيء اي نادي تشد فيه الظهر تجيب اكتاف يا ابو سعيد والله صدقني لكن انا برد المباراه ابو سعيد دقيقه يمكن الهلال ما استفاد من القانون المحترفين اللي 8 لاعبين محترفين اليوم شفنا لاعبين اثنين بالتشكيله بدوا واثنين احتياط واربعه قصدي ثلاثه مدرج يعني لا تقول ان الهلال استفاد من قانون الاجانب محترفين في الدوري السعودي عندهم لاعبين محليين على مستوى عالي كعبهم عالي في الدوري السعودي انا اعتقد هذا اكبر نجاح حق اداره نادي الهلال بالاضافه الى لوسشكو
المدرب الهلال. انا اعتقد الهلال عندهم محترف ما يحتاج. لا لا انا قاعد اقول في محترف بدا بالملعب. الهلال بدا الهلال في محترف بالملعب ما يحتاج يلعب المدرب. انا قاعد اقول لك بدا الهلال محترفين اثنين بتشكيله في محترف بالملعب بالاضافه يا ابو سعيد في محترف بالملعب ما يحتاج محترف. من اللي محترف معروف المحترف محترف هذا الحكم اصلا احنا من قال الحكم لا لا انت بتقول المحترف انا قاعد اقول لك الحكم تقول اليوم ضر الهلال انا الحين قلت لك الحكم راح ضربه الجزاء الضعيفه احتسبها ضربه جزاء حق هذا غاولكم هذا غاولكم ما نبي ننسى في الحمد لله اليوم طلع لاعب مشروع باذن الله احنا نعرف ان الكره السعوديه الان عندها مشكله بالمهاجم والهداف وكمهاجم راس حربه يعني مواصفات يعني رائعه احنا الحمد لله اليوم الكابتن صالح الشهري ما شاء الله عليه على على فكره اللاعب ترى تعرض لاصابه رباط صليبي وانا اهني هذا نجاح من ضمن نجاحات الاداره الهلاليه الاخيره يعني الاداره فهد بن نافل قاعد تحقق نجاحات اليوم جلبها لهذا اللاعب رغم انه يوم وقعوا وياه كانت بعض الانتقادات عليه وانه كلاعب يعني مصاب رباط صليبي ولاعب شويه بالعمر ولكن اثبت اليوم اللاعب اليوم الهدف الهدف الاول الهدف الاول انا اعتقد يذكرنا هدف ربي لا لا بالاسطوره القناص قناص الهلال ياسر القحطاني هذه الاهداف اللي تميز ياسر القحطاني اليوم شفناها في صالح الشهري اي ابو ثامر بس وهذه ميزه الهلال دائما دائما اللاعبين اللي يلعبون في الهلال دائما ينظرون ان كعبهم عالي في اي استحقاق سواء لاعب او خارجي لحظه بس نعطي حق اللاعب صالح الشهري احنا امام مشروع مهاجم قادم للكره السعوديه باذن الله وهذا بفضل يعني مشاركته شوف احنا اللي نقول لاعب الاجنبي مشاركته ومع استفادته من قميص اللاعب استفاد منها اعلى استفاده نتمنى شراء عقده اي نعم شراء عقده نتمنى من اداره الهلال من نافل شراء عقد صالح الشهري هذا المكسب فعلا مكسب للنادي الهلال قبل تطوير اللاعب السعودي انا والله خالد بختم وياك عشان اروح اقفاص انا هزيلي امر والله يا جماعه تفضل وتشوفني اليوم اهدى لان خلاص يعني عقب اللي شفته حقيقه والامر المحزن اللي شفته والهجوم اللي تعرض له الصديق العزيز الحكم الدولي النزيه فهد المرداسي يا جماعه والله شيء خلاص الموضوع الان تحول الى شخصانيه وتحول الى تجريح واساءه لحكم قال رايه بس قال رايه وقال كلمه حق لكن الظاهر ان كلمه الحق تزعج من لا يريد ان يسمعها يا جماعه انتوا هاجمتوا محمد فودة قال الحق قال الحق هاجمتوا لا يبا فهد المرداسي اشمعنى يعني فهد المرداسي يقول حق محمد فودة ما يقول حق عزيز 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 يؤسفني والله يا يعني محمد فودة يعني هذه هاجمتوا لحظه هاجمتوا ولا الهاجمه من الهاجمه 1000 مره اقول لك الاداره هاجمه مقردين لا 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 مقردين هاجمه يلا قول لي من الهاجمه حقيقه من الهاجمه مقردين ان الهلال اكثر فريق تعرض الى الظلم الظلم اليوم فضيحه اليوم هم ترى مو يعني فهد المرداس ولا غيره انتم مساكين واضحه والله انتم مساكين دائما دائما مبدا والله يا جماعه والله مبدا اي شخص يهاجمك لي يعني لشخصك ويترك الموضوع الاساسي ويهاجمك لشخصه بعرف انه ضعيف والهجوم الشخصاني ضعيف نعم وفجور في الخصومه لحظه فجور في الخصومه تشهير واساءه تكفى حطاله انا ما شفت الهلال يسوي كذي شوف ما شفت الهلال هذا حساب انا ما شفت الهلال يسوي كذي معروف ايش قايل محمد فودة وايش قاعد تخبص هذا شنو يعني عرايه هذا مو تهجم مو تهجم مو تهجم هذا مو تهجم والله هذا مو تهجم مو تهجم لا مو تهجم ما اصدرت من الجماهير تهجم لا مو تهجم لحظه مو قال تهجم كابتن حمد ينتقد وش الحمد لله الكابتن محمد فودة له يخطي ويصيب يخطي ويصيب كل كلامه يعني منزه كلامه يخطي ويصيب اخطا بالجمله هذه اوكي من اللي اخطا يمكن كابتن محمد فودة يا رجل فهد المرداسي يخطا يا اخي بالمحلل الفني هذا بالحاله التحكيميه كابتن محمد فودة يخطي ويصيب اسمعني وحتى فهد المرداسي يخطي ويصيب زين انت انت غد رايي يا اخي انت غد رايي انا لا يعني احط المسدس على راسك ولا اجبرك على الكلام انت غد رايي لكن تروح وتنزه وتشتمني وتطعن في نزاهتي والله يا جماعه مو معقوله ترى سبحان الله من يفجر في الخصومة والله لا تأمن جنبه لو تخندق معك ها في نفس الخندق لا تأمن جنبه
شو الهجوم يا حبيبي انا احط يا اخي انتقدني والله انتقدني تغريدات والله ما تنقال على الهواء اقرا اقرا هذا اقرا 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 خليك شجاع وانتقد هذا الشخص محشوم انتقد هذا الشخص يا صديق العزيز يا فهد انت حقاني والله محشوم يا فهد انت حقاني واستمر يا فهد لحظه تنظر لعين واستمر لا 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 الصديق فهد ومحمد فود محشوم محشوم ومحشوم مالك شغل بالاصوات هذه ولا تقذف الا الشجره المثمره ولا تقذف الا الشجره المثمره والله كلمه الحظ ما هي كلمه سهله